قبل موتك بلحظات، ستدرك أن الحياة لم تكن تستحق كل تلك الجدية والأهمية. عندها ستندم عن كل تلك الأشياء التي كنت تريد أن تقوم بها لكنك لم تفعل أكثر من تلك الأشياء التي فعلتها. إنه حقا شيء صعب. لذلك الدرس الخامس والأخير يقول: اضحك وابتسم ولا تأخذ الحياة بجدية. لا تسألني لماذا، لأنني وضحت ذلك في أول الفيديو، لكن يبدو أن ذلك التوضيح كان مرعبا بعض الشيء، ولذلك سأوضحه بطريقة أكثر أمانا واطمئنانا. استمتع بالحياة لأقصى حد ممكن، اضحك وابتسم والعب واستمتع كل يوم وفي كل لحظة مع من تحبهم، ولا تهتم بالسلبية والغضب، وانطلق واستمتع. من يعرف مدى قصر هذه الحياة؟ أنت لا تعرف وأنا لا أعرف. في هذه الحياة كلنا نسعى لشيء ما، نأمل أن يجعلنا نبتسم وسعداء. لماذا لا نكون فقط سعداء من دون أي شيء؟ الشيء الممتع هو أنك عندما تتوقف وتبدأ بالشعور أنك أصلا سعيد وفي كامل عافيتك، الكثير من تلك الأشياء تأتي إليك بشكل طبيعي. فعندما يكون عقلك واضحا تتخذ قرارات صائبة، والقرارات الصائبة تقودك إلى نتائج أفضل. ليس هناك شيء أحسن من حياة مليئة بالاستمتاع. هذا يجب أن يكون هدفك الأول في كل يوم. اشعر بذلك في أعماقك وانطلق واستمتع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي لا يساء فهمي في هذا الفيديو، فأنا لا أقصد بالاستمتاع فقط اللعب والسفر وتلك الأمور الأخرى، فالعمل الجاد والدراسة والعبادة بالنسبة لي أيضا استمتاع.